كنت اتامله وانا خمس بنات وهذا ولد، ينطوني يوم قطع خمس وصال، ما صايره والله العظيم ما صايره. امرأة حامل دخلت إلى صالة الولادة، أنجبت ولد. طبعا هي قبل يوم أو أيام كان هنالك يعني تشيك عام على وضعها وصحة الطفل، مبلغيهم أنه صحة الطفل جيدة ووضع الطفل جيد، فخلص وقت الولادة حان ودخلت إلى صالة العمليات. بعد خروجها لم يكن معها الطفل، بعد ساعات تم تسليم الطفل إلى جدة الطفل بصندوق، وحسب ما يقولون هو مقطع إلى خمس قطع. شفنا العائلة، وبنفس الوقت تحدث مراسلنا هناك مع صحة ديالى، هذه المستشفى الحكومية اللي كانت هناك واللي حدثت بها هذه الحالة. كان هنالك أيضا رد من الجانب الرسمي من مديرية صحة ديالى. خلونا نشوف هذا اللقاء مع عائلة هذا الطفل والدكتور أيضا في نفس الوقت. شنتي قامت تجيب، وديناها الصبح، قبل طببوها على السونار. من طبت على السونار قالوا إن شاء الله هسه عندها ولادة والطفل زين بصحة جيدة. صعدناها للصالة، والله المغرب قام يصير الأذان، صاحوا بلقيس من وياها، يابا أنا وياها نزلت، جابوها بالثدية مسوي عملية. طفل وين؟ قالوا لي بعدين. أنا الموجودة قالوا لي بعدين. يابا صعدناها نومناها على الثدية، ما أدري شنو. يابا رديت عليهم، يابا الطفل وين؟ قالوا بعدين. بالعشرة بالليل دزوا علينا، تعال استلم الطفل، عبالي أنا بالخدج. والله انطاني اياها بالكرتونة، انا من انطاني اياها بالكرتونة، والله يعني مو طفل، رجال ميت، لان احنا ننتظره. والله شلته ودينا بال شو اسمها هاي البراد للصبح، جي خابرنا على ابوه، جي جابوا جماعه وياخذوه. انا عندي خمس بنات وهذا كان ولد، يعني حد ما اخذوا سونار صعدوا للصاله مال ولاده، هو عايش والحق ما في شيء، يعني حاله جيده هو والوالد امه. اي طب ولا الصاله للظهر كل شيء ماكو، يعني صادت رضيعتي قالت زوجتك حيل تعبانه خلينا نسوي عمليه، صعد انطيتهم الجنسيه قالوا ما يحتاج شويه وتجيب، قلت لهم الله كريم. والاذان المغرب على صاحب السماعه رحنا لقيناها بطابق الرابع مسوين عمليه بدون ما ابصم ولا انا بصم على العمليه ولا اي شيء. انطونا الطفل قالوا اجراءات، الاجراءات اخرت تقريبا للعشرة بالليل، 10 9 ونص. اي طون الطفل قلت لهم خلوه بالثلاجه الصبح اجي استلمه. والله استلمت الساعه 9 الصبح، اخذت الجامعة اغسله، لقيت راسه واحد مقطوع ومخيط وزينه كذلك. شنو السبب؟ ما اعرف. اثناء الولاده مقطعينه والنوب مسويين عمليه مطلعين الباقي. وها من ذاك اليوم مش اشتكيت ولهذا اليوم اي نتيجه ماكو. ايوه يعني ماكو محل سوالي حل. كنت اتامله وانا خمس بنات وهذا ولد، ينطوني يوم قطع خمس وصال، ما صايره والله العظيم ما صايره. وهاي صار سنتين اركض وهاي طالب على الله ودعت التغير بعد والخيري ياخذون حق الطفل وزوجتي عمليتين، خلال 20 يوم عمليتين وسعد الانابيب مسدوده سبب العمليات. الله يشهد علي. وذنش تقارير كلها عندي وهاي بعد. هاي الحادثة طبعا صارت قبل سنتين، بس راح احكيها اولا شلون صارت الحادثة حتى احكي لك التفاصيل، ان شلون طفل باقي بمي فد 20 يوم ومن تجي السحبة تلقى اللحم مالته طري وتايخ وينفصل، هذا اللي صار عندنا. هاي الحادثة صارت في مستشفى البتول، وهاي الولادة صارت عندنا، وشكل مجلس تحقيقي من قبل تفتيش دار صحة ديالة، وتعاقبت الطبيبة، وابو الطفل راح يشتكى تفتيش الوزاره، وشكلت لجنه تفتيشيه من وزاره الصحه تكون هاي اللجنه هي خاصه بهذا الموضوع، وايضا صار تحقيق وزاري كامل، واجت اجرى يعني صارت عقوبات اداريه وليس لها خلل طبي بالموضوع. مع ذلك ابو الطفل رد اشتكى عند وزاره الداخليه عند مركز الشرطه في معقوبه، الشرطه طلبت الاوليات تفتيش دار الصحه ديالي، ارسل جميع الاوليات
الى مركز شرطه بعقوبه، وموجوده كل التقارير والسونار تبين لك شنو الحادثه اللي صارت. فدائره الصحه ديال ليس لها اي يعني ذنب وصوت بهذا الموضوع.